أما الذي قطع الشك باليقين فهو الحضور الجماهيري. ايوه لعبنا 3 ماتشات، ماتشين كان لنا الغلبة في المدرجات وماتش لم نتمكن من حضور الجماهير بالشكل اللائق والمكثف، فبدأت النتائج من المدرج. خلي بالك المدرج مش مسألة اللي بيشجعك وبيحفزك، ده جزء، ده بيعكس ثقة الناس بالظبط في فريقها. بيولد الطاقة الإيجابية حواليك. احنا واحنا داخلين على الاستاد، وانت اقنعتني، قلت لي البطوله اللي فاتت انت جيت حضرت المركز الثالث والرابع، وشاءت الظروف ان ينزلوني معاك في ابعد نقطه عن البوابه اللي هخش، فمشينا في وسط الناس وشفت الحقيقه ده كانت ساعتها فتره للتصويت على ملك وكتابه. لا انا كمان طبعا طبعا حجم التقدير وحجم السعاده وعدد الصور اللي خدناها قبل المباراه وبعد المباراه واحنا خارجين، لكن كانت بتقول ايه؟ احنا شفنا طاقه ايجابيه عند الجماهير يا استاذ ابراهيم صحيح لم ارى في حياتي. الناس كانت بتقول هنكسب 2 و3 يا جماعه بالراحه بس والنبي. مش عايز يعني التمني بالدرجه شديده التفاؤل عشان ما يجيش احباط لحد، ولكن منذ انطلاق اللحظه الاولى للمباراه نشهد اهلي مختلف، اعظم اداء في خلال النصف ساعه الاول قبل ان يكون هناك تاثير للطرد او غيره. مهاره جماعيه، سلاسه، تقدير، الناس قاعده مستمتعه الحقيقه، وشاهدت الاهلي كما ينبغي ان تشاهده، واعتقد ان النسخه دي تنافس نسخه 2006 وان كانت في الزخم بتاعها طبعا. لكن لو تفتكر انا وانا في الفندق قلت لك هذا الكلام، قلت لك احنا في 2005 كنا كاملين، في 2006 خط الظهر بالكامل غاب عن النادي الاهلي من اول حارس المرمى للاربعه اللي قدامه، واستطعنا ان نصل الى المركز الثالث. هذا يعني ايه؟ وده اللي انا بقوله تمام، لما الناس يقول لك خطا في التشكيل، في النادي الاهلي ما فيش خطا للتشكيل، كل اللعيبه قريبه من بعضها، انما في توفيق، اللاعب يوميها جاهز ولا مش جاهز معنويا، بدنيا، فنيا، متعاون مش متعاون، موفق ولا لا، لكن كل لعبتنا في اي مكان يقدروا يأدوا وامتعونا.